ماضيك يجب ألا تكون هي قصة مستقبلك. هذه كانت رسالة المؤلفة لمونيتا في كتابها 15 things you should give up to be happy، أو 15 شيئا يجب أن تتخلص منها لتصبح سعيدا. كانت ليلى هادئة بشكل كامل، لكنه هدوء يسبق العاصفة، والعاصفة حدثت عندما دخل والدي المنزل، وكعادته يترنى وملامح الغضب تسبقه بخطوات. وكعادتنا أنا وإخوتي كنا نتهامس في غرفتنا وكأننا بانتظار صراخه المعتاد، لكن اليوم لم يكن صراخا روتينيا، فهو يصرخ الآن مهددا ومتواعدا بعقاب الشخص الذي كسر المزهرية في غيابه. لم ينطقوا أخواتي، ونطقت أنا، ولا أعلم لماذا كان جوابي له أنا من كسرها. بدأت بعدها طقوس أشبه ما كان يفعل بالمجرمين السياسيين في العصور الوسطى، شد للشعر كتوجيه المتهم إلى زنزانته، ثم تعنيف لفظي وجسدي، لا يحسدني عليه، أتعس الناس. وضع والدي بعض الأوراق بين أصابع قدمي، ثم أشعل الأوراق قائلا: هذا عقاب الاستهتار وتكسير أواني المنزل. تقول لومينيتا: حرمت من حب العائلة منذ طفولتي، وفقدت كل إحساسي بذاتي. استمرت معاناتي مع والدي لـ12 سنة. الآن عندما وصل عمري 12 توفى والدي. تربيت في الملجأ، وكان كل من ينظر إلي إما بنظرة دونية أو في أحسن الأحوال نظرة شفقة تؤكد بأني أقل من الجميع. تقول: نعم، كنت تلك الفتاة وأعترف بذلك، ولكن ليس هذا الاعتراف لأطلب الشفقة، فالشفقة الآن هي آخر ما أبحث عنه. تقول لومينيتا: رسالتي لكم، مهما كان الماضي قاسي، باستطاعتنا ألا نجعله يملي علينا المستقبل. نعم، قصة ماضيك يجب ألا تكون هي قصة مستقبلك. بعد دوامة من نوبات الحزن والمعاناة، قررت ألا أجعل حادثة في الماضي تقرر مستقبلي. تقول لومينيتا: لو تركت للماضي دور يؤدي في حاضرك، فالمستقبل بلا شك سيكون أشبه ما كان. لا تحزن وتندم على الماضي، فلو كان سيء اعتبره خبرة بالحياة ودروس تتعلمها للمستقبل. ليس علينا أن ننسى الماضي، ولكن يجب فقط أن نتعلم منها. شرحت أكثر في فيديو سابق الأسباب الحقيقية خلف مشاعرنا السلبية والطرق الشائعة للتخلص منها، من كتاب السماح بالرحيل للمؤلف ديفيد هاوكنز. حسيب لكم رابط الفيديو في الوصف. كانت معكم زوز المشاعر. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، وشاركوني رأيكم في الكومنتس، وشكرا على الاستماع.